طيب هستأذن حضرتك ناخد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة. دكتور عباس ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. كلمني بقى حضرتك عن استعدادات الوزارة للموسم الصيف ان شاء الله كده، وتوفير الأسمدة، واحنا داخلين على موسم الصيف يعني، واحنا عارفين ان احنا عندنا طبعا برنامج تنظيمي محطوط في موضوع الأسمدة ده بالذات بين الشركات وبين بعضها، وتم التوزيع على اكتر من شركة على النسب والحصص اللي هي المفروض تورد في خلال الموسم. هل استعدنا فعلا لموسم الصيف ولا لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وحضرتك طيب وجميع اخوات المزارعين وفلاحين جمهوريه مصر على كل خير يا رب. بالمناسبه السعيده طبعا وحضرتك طيب اختيار القائد المسيره وقائد التقدم والحضاره والزراعه سياده المستشار أفتح السيسي رئيس الدوله، دي طبعا اسعد خبر بالنسبه لنا كلنا. اولا طبعا في توجيهات واستعدادات يعني في كل الاتجاهات، وخاصه لعوده القطن المصري، القطن الجميل الى دولته الحبيبه مصر. بدانا في الحمد لله بالتوسع في مساحته، وبدانا فعلا بالوجه القبلي دلوقتي في زراعات مبكره في هناك حاليا في محافظه الفيوم، وبدانا نتوسع في معظم محافظات الوجه القبلي حاليا بزراعه القطن المصري. طبعا في مساحه كبيره بتنزرع في الوجه البحري. العام الماضي كان جمله المساحه حوالي 220 الف فدان، نأمل السنة دي إن هي تتخطى هذا الرقم وممكن يكون ضعفه بإذن الله، حيث إن احنا حاطين في الخطة أو المستهدف 350 ألف فدان، وعندنا بذرة تغطي حوالي 550 ألف أو 600 ألف فدان إن شاء الله، يعني توسع بالنسبة لزراعات القطن. التنسيق بين الشركات بقى علشان الاسمده دكتور عباس، وانا عارف ان حضرتك بتبذل مجهود كبير في الموضوع ده، وان حضرتك بتعمل متابعه ميدانيه عن الحصص وعن التوزيع كمان والمحاضر التوزيع اللي الناس بتسلمها، يعني انت مجمع مش عارف حوالي 7000 رقم او 4000 رقم مدير جمعيه او مش عارف، لا انت عامل داتا كويسه جدا، كلمني عليها باختصار كده. ماشي ماشي. طبعا بالنسبه لحضرتك ومن المنبر هذه القناة المحترمة الزراعية اللي بتعبر عن رأي المزارع المصري، بالنسبة للموسم الشتوي بتاعنا توقف فعلا في 15/3، وبدأنا بالفعل في صرف مستلزمات أو الأسمدة للموسم الصيفي من 16/3/2018، والمبشر هذا العام وبفضل الله سبحانه وتعالى ومجهودات الوزارة ومجهودات لجنة الأسمدة بقطاع وزارة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فتحنا الباب حاليا لصرف الاسمده المحاصيل الصيفيه بواقع شكارتين لكل فدان لحين المعاينه على الطبيعه واستكمال الحصص المقرره. ومن هذا اللقاء الكريم انا بقول لكل المزارعين دلوقتي توجهوا خدوا الاسمده بتاعتكم، لان الحمد لله والشكر لله دلوقتي المخازن عندي تقريبا شبه ممتلئه بالاسمده، وبنشوف او بنستغل هذا اللقاء ونقول للمزارع توجه الى الجمعيه الزراعيه وخد الاسمده بتاعتك، لان احنا الحمد لله عندنا كميه من الاسمده بكل الجمعيات ومنافذ التوزيع على مستوى الجمهوريه، لان الحمد لله احنا حطينا رقابه صارمه على خطه التوزيع وخطه استلام من الشركات المنتجه للاسمده وتوصيلها الى الجمعيات الزراعيه، وعملنا دليل تليفونات تقريبا فيه حوالي 7000 اسم مديري جمعيه او وحده زراعيه الاسم ورقم تليفونه، وبنعمل عمليه تسجيل يومي لكل الكميات الاسمده اللي بتطلع من المصانع ويتوجه الى هذه اماكن التوزيع، سواء كانت جمعيات ائتمان او اصلاح او استصلاح او منافذ البيع الخاصه بالشركه الزراعيه المصريه المنبثقه من البنك. وبنحاول كل يوم معانا سكيدول جاهز فيه كل هذه الكميات وطلعت الساعه كام وهتوصل الجمعيه الساعه كام. يعني لو تم اي تلاعب يا دكتور عباس في اي منفذ من منافذ التوزيع حضرتك بيبقى عندك علم بيه في نفس اليوم. في نفس اليوم. وبنقول لاي مزارع يشوف اي ملحوظه او اي جمعيه فاضيه ما فيهاش اسمده، انا بناشد من هذا المكان دلوقتي نمرتي معروفه للجميع وانا موزعها على مستوى الجمهوريه مع الكل، بيتصل بيا فورا وبعتبر به هي العين الرائيه ليا. يعني ما نقدر النهارده اقول ان ما عادش في تجاره في السماد المدعم او سوق سوداء في الاسمده. لا، اللي موجود حاجه اسمها السماد الحر، الناس بتاخده
بمعنى اخر يقول لك اللي هو السوق السود، لكن هو مش سوق سود، ده بيسموه السماد الحر، لان في شريحه من السماد الحر اللي هو بينباع للمساحات الاكثر من 25 فدان داخل جمهوريه مصر العربيه وشركات الاستثمار الكبيره. طبعا ما نقدرش نغطيها كلها بالاسمده اللي هي المدعمه، ولكن بتنزل حصه من السماد الحر اللي هو بيباع مباشره من المصنع لهذه الاماكن بالسعر العالمي اللي هو متعارف عليه عرفا سموه السوق السود، لكن هي مش سوق سود، اللي هي بيسموه اسمده غير مخصصه لوزاره الزراعه، لان كل السماد المخصص لوزاره الزراعه مكتوب عليه كده بالظبط هذه الاسمده مخصصه لوزاره الزراعه وليست للتداول. انا بحيي حضرتك جدا يا دكتور عباس على المجهود اللي حضرتك بذلته، وده اول مره في قطاع الخدمات يبقى عندنا داتا تليفونات والاكثر من 7000 رقم ومتابعه جيده كل يوم. انا بحيي حضرتك على هذا المجهود الدكتور عبد عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزاره الزراعه. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله معايا. هنرجع تاني للاخبار.